جلسة استثنائية للحكومة اللبنانية ورئيسها يدعو إلى التضامن مع السعودية في التحديات التي تواجهها بالنيابة عن العرب. تركيا تقول إن الضربات الجوية الروسية أكبر عقبة في طريق وقف إطلاق النار في سوريا وتستبعد عملية برية في سوريا. غارات لطيران التحالف على صعدة تقتل العشرات من مسلحي الحوثي والمخلوع صالح، وقوات الجيش تسيطر على مركز ذباب على البحر الأحمر. اجتماع طارئ للهيئة العليا للمفاوضات السورية في الرياض لبحث الهدنة المحتملة. البرلمان الليبي يناقش المصادقة على الحكومة المقترحة وتعزيزات إلى جدابيا بعد سيطرة الجيش عليها.